بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته من هذا البيت العامر من بيوت الله، من ساحة مسجد العارف بالله سيدي أحمد الرفاعي بمدينة القاهرة، لنقدم لكم هذه الأمسية الدينية احتفالا بافتتاح مولد سيدي أحمد الرفاعي. وإذاعة القرآن الكريم تشارك في هذا الحفل المبارك. نعيش معكم في بداية هذا اللقاء المبارك مع تلاوة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أنفسهم
نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا معكم في بداية هذا اللقاء المبارك في افتتاح مولد العارف بالله سيدي أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ
عبد الباسط محمد عبد الصمد،